طيب دلوقتي مسلسل خطاب 51، رضا حسنين هيسكن الناس اللي موجودة فيه في أدوار خطاب 51. هو كان بيعمل غفير شكله. لا، ما انت ممكن تبدله لو انت ما كنتش مقتنع بيه يعني، او تشيله خالص. لا هو دوره، او دوره. تشيله كده يعني. غفير الغفير. غفير الغفير. طيب انا عملت دور في افيه ما بيني وما بينه كان حلو اللي هو بتاع زرعه المش. بقول له انتوا في ريحه ملوخيه حداكوا. قال لي ملوخيات ايه ده زرعه المش. قلت له مشي مشي هات سنكوشت. قال لي يلا يلا يلا. فجيت اخرج بره، اخرج في الشارع، دخلت في الباب. بجد كان احول، عامل احول، كان احول ده بجد. لا لا بجد عامل احول مش شايف. فجيت بقى اخرج بره، دخلت جوه. كنت بمصداقيه، كنت عامل احول بمصداقيه يعني اتحولت فعلا بجد. قعدت محول طول المسلسل ده. كان اقتراح المخرج الكبير السعداوي، مش عايزين نتكلم، كان قاهرني. خطاب 51 ده كان حكايه. كان في مشهد ليه انا والاستاذ فكري سليم، طبعا ربنا يديله الصحه ويمتعه بالصحه والعافيه، وكان سعداوي طبعا بيخرج المشهد. فانا المفروض المشهد انا معدي في الشارع، فسلام عليكم، فالاستاذ فكري سليم بيقول لي اهلا ازيك. انا ما كنتش عارف اصلا اسم ايه في المسلسل. خطاب 51 شخص واحد فعدى، فانا معدي على عم فكري سليم سعداوي والمشهد تمام، سلام عليكم. قال لي اهلا ازيك يا سيد يا ابو رياض. فكل اللوكيشن ضحك، فراح سعداوي عاد المشهد. قال له لا ما تقولوش باسمه يعني، غير قول اي اسم تاني. فرحت معدي تاني، سلام عليكم، اهلا ازيك يا رياض يا ابو سيد. كل اللوكيشن ضحك، فكل ما عرفتكش يعني كده هو مش هياخد باله. وبعد كده معدي تاني، اهلا يا استاذ سيد ابو جمعه. فكل اللوكيشن ضحك تاني. فعدنا المشهد مثلا بتاع 3-4 مرات بسبب الاسم. يا عم فكر ده ايه اسم تاني يا عم فكر. لا بس المسلسل ده فعلا يعني هو كان بيناقش قضيه حلوه، والادوار كانوا ما شاء الله الله اكبر، كلهم مليين ادوارهم بطريقه مرعبه يعني. هي تحس ان كانت معركه تمثيل ما بين الناس، والله فعلا بجد، والله العظيم فعلا تحس ان هي فعلا معركه تمثيل. لا ما اشتغلتش فيها. وكله كان يعني تنافس حلو طبعا. عاوز يبقى احسن، عاوز يبقى الاقوى، عاوز يعمل، عاوز فلذلك العمل كله طلع حلو قوي والله. والله ده غير طبعا الموضوع ماشي في سكه حلوه. بس انت لسه ما سكنتناش على فكره. انا هقول انا ساكن. اتفضل يا رضا. نور يعمل الاخ اللي جاي من انجلترا، و ما كان محمد نصر يعني. الاستاذ محمد نصر عمله حلو قوي قوي يعني. جميل. بس هو الاستاذ محمد قال اعمل كاستنج داخلي دلوقتي. هو عشان نور بشعره. انا بفكر الدور يعني الدور اللي كان بيعمله محمد نصر. عمل الاستاذ محمد هو يليق كمان ان هو عايش بره مصر. بص هو بره مصر، هو ابيض شويه من الاجنبي مع البرنيطه من طنطا، فيبقى شكله. هتسكننا فين يا عم رضا؟ طيب دور ايه انت في الرحاب؟ ممكن تسكن. استنى بس يا استاذ محمد، عايز تسكن فين؟ انا عايز اسكن في اي مكان انت تقدر تسكن. مش راجل مخرج على فكره. شوف له مش سمسار، شوف له اوضه بجنينه. اوضه بجنينه، اوضه بجنينه. ممكن سيد يعمل اللي هو دور الاستاذ احمد سمير عامر برضه. اللي كان اللي سرق وبتاع. سرق وبتاع. كان ابن فكر، ابن الاستاذ فكر سليم، وسرق. وسرق عندي وسرق وابن الاستاذ فكر. وتاب في الاخر. وتاب في الاخر يعني، ربنا تاب عليه. المهم انه تاب. بالظبط. طب انت هتغير دورك ولا هتلعب نفس الدور؟ انا ممكن اعمل حاجتين في المسلسل ده يعني. ممكن اعمل الكاستنج بتاع الاستاذ احمد سعداوي كويس جدا بالنسبه لي، وكان ممكن اعمل العمده كمان يعني. العمده ممكن اعمل ده او ده. انت كنت حابب العمده؟ لا انا كنت حابب غريب. بس غريب. كنت برضه شخصية طيبة. ممكن الشخصيه الطيبه يعني اول مره سعداوي صراحه راهن رهان صعب جدا، وفكره ان انا اعمل الطيب مع ان كل جمهور المجد عارفني ان انا يقول لك شكلك شرير. فاكر رماد؟ رماد كان عامل شرير في رماد. كل الجمهور كل المخرجين سكنك شرير ما عدا سعداوي وشافك طيب. والحمد لله ربنا كرمنا والمسلسل. ايوه صح لا يعني صادق يعني. انت بتضحك ليه؟ قعد معاك كتير سعداوي. قعد هو الوحيد اللي شافك طيب. الوحيد اللي هو في الحقيقه طيب سعداوي يعني. هو في الحقيقه من ايام رفع حمدي شافه شرير في رماد.